احمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، لو ان لصا دخل الى بيتك وانت نائم او انت مسافر وسرق ما فيه من متاع لحزنت كثيرا، وحزنك يشتد اذا كان الشيء المسروق غالي، وحزنك يشتد اكثر واكثر اذا كان الشيء الذي سرق لا يعوض. هذا في امور الدنيا، فما بال الانسان لو دخل الى قلبه لص الحسنات فاخذ ما فيه من ايمان واخذ ما فيه من يقين، واختبر الانسان اختبارا في الحياة الدنيا فرسب. يعني احنا لما نتكلم عن الصبر على المنابر وفي الفضائيات، الناس كلها تمصمص الشفاء، والله كلام طيب، الصبر جميل، والله الله اكبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، الكل مبسوط في الكلام النظري. اما اذا اختبر الانسان كما قال رب العباد عز وجل: ولنبلونكم، بكى الحسد البصري وقال: لو بلوتنا، يعني لو دخلتنا في الامتحان لفضحتنا وهتكت استارنا. يعني احنا الله فرض علينا في الزكاة 2.5% مثلا، لو ان رب العباد امتحننا وقال الزكاة 50%، تخيل ماذا تكون الاجابة. ده فيه ناس بتجادلنا في مسألة نسب الزكاة، لكن يعني لازم 2.5 بالظبط، فمش ممكن 2 يا عم، وانت بتشتري سلعة. الله عز وجل قال: خد 40، وفي واحد من 40 ده لاخوك الفقير، كل 40 جزء فيها جزء، كل 1000 فيها 25، هي ببساطة شديدة. لكن هو ايه عايز يساوي؟ طب ممكن اعطيها لابني؟ ما ينفعش. طب اعطيها لبنتي؟ برضه ما ينفعش. طب بلاش بنتي، انا اعطيها في يد زوج بنتي، اهو مش ابني ولا غيره ولا حاجة، يقول برضه ما ينفعش. الله بخلاص ان الشيخ، ما هو يا ابن الحلال زوج بنتك ده هينفقها على بنتك، وبنتك دي من ضمن الناس اللي ما ياخدوش زكاة، لا الاب وان علا ولا الام ولا الابن وان سفل ولا الزوجة، دي من ضمن الممنوعين الستة من زكاة المال. يعني لا اعطي زكاة المال لا لابويا ولا جدي ولا جد جدي ولا الابني ولا البنتي ولا الحفيدي ولا الحفيدتي، تمام، ولا للزوجة. لكن العكس يجوز، ان تعطي الزوجة الثرية من مال زكاتها لزوجها الفقير. يعني هي ورثت عن ابيها عمارتين، قطعة ارض، جراج، شيء بيؤجر، شركة تدر دخل، وزوجها موظف على قد حاله، جاز للمرأة ان تعطي من زكاة مالها للرجل لانها غير مكلفة بالانفاق على الرجل. لكن الزوج بما انه مكلف بالانفاق على الزوجة فلا يجوز ان يعطي من زكاة ماله لزوجته ولا لولده ولا لابنته ولا لابيه ولا لامه، لانه مكلف بالانفاق عليهم. قال ربنا: اما يبلغن عندك الكبر، وعند عندك دي حط 100 خط. ليه؟ مش لم يقل اما يبلغن في دار المسنين، لا، في دار الايواء، في دار العجزة، في بيته للوحده، لا، عندك. يعني ابويا لما يكبر اولى البيت به بيتي. ليه؟ لانني كنت ضعيفا وكان قويا، وكنت وانا طفل عندي 2 3 سنين فقيرا وكان غنيا، فكان بقوته يحميني وبماله ينفق علي. انقلب الحال، كبر الاب بقى 70 و80 و90 سنة لا يستطيع، والام كذلك، سبحان الله. فبدأ ايه؟ بدأ يدخل في دور الضعف ودور الافتقار. من الذي ينفق عليه؟ ولده. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يا إما الأب أو الأم أو الاثنين مع بعض، يبقى عندك في تحت رعايتك أنت. ولذلك عايزين نعيد مرة أخرى رعاية يعني الناس لبعضها، بحيث أن زوجة الابن لا تكره أم زوجها، لا تتوارث هذه الكراهية، لا تشحن الأولاد ضد جدتهم، لا تشحن البنات ضد جدهم. وخلوا بالكم شو جدكم بيفضل عمكم فلان عن ابوكم، وخلوا بالكم شو جدتكم بتحب عمتكم فلانة عن ابوكم، فتعطي العمة رغم انها غنية، تعطيها الهدايا وتعطيها كذا وتنفق عليها، ولكن ابوكم مسكين عشان هو طيب. فيطلع الاولاد وينشأ الاولاد للأسف الشديد
عندهم موقف من الجد وموقف من الجدة، ليس هذا من دين الله بشيء. ومع ان سبحان الله لو زارتها اخت لها في الله ما شاء الله الخلق والدين والترحاب، طب اعتبري حماتك دي اخت في الله، ها اعتبرها ابتلاء من الابتلاءات، لان هذه الانسانة سبب في وجود هذا الزوج. وبعدين خلي بالك ما زرعناه سوف نحصده. زوجة الاب لما تطلع عينين حماتها يوما ان شاء الله باذن الله، مش في القيامة بس، في الدنيا ربنا هيرزقها باذن الله بزوجة ابن في المستقبل بعد 20 و30 سنة، وخليها تشوف النجوم في عيد الظهر. خلوا بالكم، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اللي تزرعه تحصله، لن تجني من الشوك العنب. المعاملة اللي هتعمليها يا بنتي لام زوجك هي نفس المعاملة اللي هتجديها من زوجة ابنك بعد سنوات، واللي هتتعاملي به مع والد الزوج نفس القضية. نافق الزوجة في اهله، لنصيحة اب. الله يا بنتي انصحك في الله يا زوجة يا كريمة، نافقي الراجل زوجك في امه. ليه ما اتصلتش بوالدتك اليوم؟ ليه ما سألتش على ابوك اليوم؟ دول هم سبب البركة، هم سبب الخير. اذا ارضيتهم هندخل الجنة، واذا عصيتهم احنا ربنا يقتر علينا في المال والبركة. هكذا العبد اذا كان صالحا. فانا اعود الى القضية واقول ان الانسان اذا سرق منه شيء يحزن عليه. طيب اذا سرق منك الايمان، يعني ايه يسرق الايمان؟ يعني اريد ان اقول اخر مرة خشعت فيها في الصلاة متى؟ متى اخر مرة بكيت خلف الامام؟ متى بالليل كده قمت صليت ركعتين ودعوت الله باخلاص ورأيت الدموع تتهاطل من عينيك؟ متى اخر مرة قرأت في القرآن عن الجنة فطارت نفسك شوقا اليها تقول يا سلام يا ريت؟ متى اخر مرة قرأت عن ايات العذاب فاقشعر جلدك؟ متى اخر مرة وصلت فيها الرحم؟ متى اخر مرة طلعت فيها صدقة؟ متى اخر مرة صليت فيها الفجر حاضر والصلوات في اوقاتها؟ يعني اذا لابد ان تسد منافذ اللص الذي يريد ان يسرق حسناتك. ايضا في نقطة خطيرة، الشيطان لما يدخل في القلب، القلب لا تؤثر فيه النصيحة، النصيحة لا تؤثر في القلب. ليه؟ لان القلب لما يكون قاسي والقلب يكون فيه هوى والقلب يكون فيه الدنيا، النصائح لا تصلح. زي يروح خطبة الجمعة ولو زوجته قالت له هو الشيخ كان بيتكلم في اليوم، الله يعني يكون ايات واحاديث وانا ما كنتش فاهم. ليه مش فاهم؟ لان هو يعني مش مقبل على الله بالدرجة. بالعكس، الصحابة كانوا يجوا من الجمعة وبعدين يتسارعوا من يعني في الصف الاول ومن الصف الثاني، ولو علمتم ثواب الصف الاول لاستهمتم عليه سبحان الله. ولذلك انا اقول يا ريت نرجع مرة اخرى للسلف الصالح، كان يوم الجمعة او في المسجد يملأوا اول صف ولا يتركوا فيه فرجة، وبعدين يجي اللي بعديه يملأ ثاني صف والصف الثالث والعاشر والعشرين والمئة. اذا هذا هو لما نشوفنا واحد غير مسلم يقول الله، والله ده دين كله نظام، الدين ده كله ادب، الدين ده ما فيهوش هرجله، الدين ده ما فيهوش فوضى، الدين بهكذا. لان سبحان الله واحد يجي اخر الناس يبدأ يتخطى الرقاب، يتخطى الرقاب ويؤذي الناس، وعزك الله يمكن ماسك نعل ولا حذاءه في 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 يده، ولا يراعي سبحان الله حد جالس جاي من الساعه 9 و10 الصبح وهو جاي الساعه 12 وربع وعايز يجلس اول صف. هل هذا من دين الله؟ انا اريد ان اقول ان القلب المحصن بالايمان هو القلب الذي لا يستطيع الشيطان ان يخترقه. طيب الشيطان ماذا يصنع؟ الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن ادم، ده اللي بيعمله. فاذا ذكر ابن ادم ربه خنس الشيطان، يعني خنس يعني شال الخرطوم بتاعه، فيبقى الانسان بعيد عن الشيطان. متى يبتعد الشيطان عنك؟ عند قراءة القرآن، عند السجود طويلا لله، عند إخلاص النية لله، عند التوبة، عند البكاء إلى الله عز وجل، عند الأوقات المستحبة ما بين الأذان والإقامة، عند ختم القرآن الكريم، عند صلاة الجماعة، عند هطول المطر، عند الثلث الأخير من الليل،
لحظة التنزل الإلهي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. ولذلك العلماء خبرونا أن يعني سهام القدر دعاء السحر. يا الله، دعاء السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل، انت قسم الليل ثلاث أقسام، تقول الليل يبدأ من صلاة العشاء خلاص، فرضنا جدلا مثلا يعني العشاء على التاسعة او الثامنة ونصف مثلا، سواء باختلاف البلاد يعني، تقول انا من ثمانية ونصف لغاية الفجر كم ساعة، كذا ساعة، اقسم الليل ده الى اقسام ثلاثة، اقول انا عندي من العشاء لغاية الساعة 10:30 او 11، وعندي من 11 لاتنين ونص، وعندي من اتنين ونص لغاية الفجر. قسم الليل ثلاث اقسام، اما ان تقوم اول الليل وتنام وتصحى على الفجر، او تريح اول الليل بعد صلاة العشاء والتراويح مثلا في رمضان او العشاء في غير رمضان، وبعدين تنام شوية وتقوم، او تقول لا انا انام بعد العشاء فورا واستيقظ لايه، واستيقظ لصلاة الايه، لقيام الليل في الثلث الاخير، يعني ساعتين قبل الفجر هيكون اول مرة صعب. لكن ممكن نعمل ازاي؟ اقول 10 دقائق قبل الفجر اقرأ فيها قرآن، وبعد شهر ازودها خليها ثلث ساعة، وبعدين اخليها نصف ساعة، وبعد سنتين اجد نفسي بفضل الله سبحانه وتعالى واظبت على قيام الليل. والانسان الذي يقوم الليل يحصل له شيء عجيب جدا، الملائكة في الملأ الاعلى يرون البيت اللي فيه قيام ليل زي ما نحن نرى الكواكب الدرية الغابرة في الافق. فاذا نمت يوما او سافرت يوما او كنت مريضا، الملائكة تجد البيت مظلم. الله، هو بيت فلان مظلم ليه؟ هو مش كان ما شاء الله كان كان دايما مضاء بالذكر؟ يكتشف او الملائكة تخبرهم ان هذا الانسان مريض، الملائكة تدعو له بالشفاء، ده مسافر تدعو له بايه، بحسن السلامة الى البيت مرة اخرى والى بيته. هكذا يا بشرى لمن تدعو له الملائكة، انت بذكر الله كبير، انت بان توصد في وجه لص الحسنات الابواب عند الله عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطرد عنا وعنكم شياطين الانس والجن، وان يختم لنا ولكم بالصالحات، ولا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. روح وريحان.